هذه قصة الهبيري، وأحسبها مما وقع فعلا. كان الهبيري رجلا من المتصرفين، أي من كبار الموظفين في الدولة، ثم صرف من العمل وتعطلت حاله. أخذ يقف بباب الوزير يطلب عملا. كان يأتي كل يوم إلى باب الوزير ويمكث ساعة، فعندما يأتي الوزير إلى ديوانه يراه ولا يعبأ به. قال الوزير يوما لكاتبه: هذا الهبيري أزعجنا، اصرفه عنا وقل له إنه لن ينال رزقا على يدي أبدا، والله إني لأتأذى من رؤيته كل صباح. فنقل الكاتب للهبيري ذلك، فقال له الهبيري: كما أبلغتني أبلغ الوزير، قل له إن للرزق أبوابا، وباب رزقي أنت، فإن قسم الله لي شيئا فسأأخذه رغما عنك، وإلا فسأؤذيك برؤيتي كما تؤذيني بتعطيلي ووقوفي ببابك. وصار الهبيري يقف بباب الوزير مرة عند الصباح عند قدومه إلى دار الحكم، ومرة عند العصر عندما يغادرها. وأخذ الوزير يفكر في تدبير يخلصه من هذه اللزقة العجيبة. أخذ الوزير يقلب وجوه الرأي ويطيل التفكير في هذا الرجل المزعج. وذات يوم ركب الوزير وقصد قصر الخليفة، فرأى على بابه وهو منطلق الهبيري، فأشاح عنه بوجهه ثم مضى ودخل إلى الخليفة. وبعد أن استشاره الخليفة في بعض الأمور سأله: أعندك رجل نوليه مصر فيذهب عليها أميرا؟ ففكر الوزير ثم فتح فمه وقال: الهبيري. فقال الخليفة: هذا الرجل الذي صرفناه من الخدمة، إنها والله بادرة طيبة أن نقلده عملا. فصاح الوزير مستدركا: يا أمير المؤمنين، يا مولاي، أنا قصدت الزبيري. كان الوزير قد أراد أن يقول الزبيري، ولكن الله أنطق لسانه باسم الهبيري لكثرة من شغل فكره بالهبيري. قال له الخليفة: بل نولي الهبيري إن شاء الله، لقد صرفناه عن الخدمة لغير ما خيانة أو تقصير، هذا أوان إعادته إلى الطاعة والخدمة. فسعى الوزير أن يثني الخليفة عن رأيه فلم يفلح. فقال له الخليفة: ويحك، يظهر أنه جرى بينك وبين الهبيري شيء. فقص عليه الوزير مضايقة الهبيري له، وكيف أنه يقف له بالباب ويصر على أن يكون رزقه على يد الوزير. وتلطف الوزير بالخليفة أن يولي الزبيري للهبيري. فضحك الخليفة ثم قال: قد والله صدق الهبيري، ورزقه على يديك ورغم أنفك، وقد أمرت له ب30,000 درهم، خذها وأعطها للهبيري حالا، وبشره أنت نفسك بولاية مصر. وهكذا كان، والله أعلم.